المسألة التي بعد ذلك، متى تكون نية الجمع بين الصلاتين؟ نية الجمع بين الصلاتين، الإنسان أراد أن يجمع بين الصلاتين، متى ينوي الجمع، متى يستحضر نية الجمع؟ إنزين، فذهب بعض العلماء إلى القول أنه لا بد أن يجمع نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى. فإن دخل في الصلاة الأولى ثم تذكر أنه يريد أن يجمع لا يصح جمعه، يصلي الأولى والثاني يصليها في وقتها. هذا القول الأول. القول الثاني أنه ينويها، يجمع نية الجمع عند الصلاة، عند قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى، فإن نسيها لا بأس أن يستحضر نية الجمع ولو في أثناء الصلاة الأولى ما لم تنقضي، فإن انقضت ليس له أن يجمع. القول الثالث أنه يصح له أن يستحضر نية الجمع ويجمع نية الجمع ولو بعد انقضاء الصلاة الأولى، يعني قبل الأولى أو في أثنائها، بل حتى لو تنقضي الأولى ودخل. مثال: الإنسان داخل يصلي صلاة، صلاة من الصلوات وهو في السفر، فكان يعني لا يعرف، هو يعني دخل الصلاة مباشرة هكذا فذهل عن قضية الجمع، فصلى الصلاة مع الإمام، وإذا بعد السلام يسمع مقيما يقيم، فتذكر أنه يريد أن يجمع، فهل يصح له أن يجمع معه الصلاة؟ الجواب: نعم، يصح له أن يدخل معهم فيصلي الصلاة الثانية مع أنه ذهل عنها أو عن الجمع بين الصلاتين في بداية الصلاة الأولى، إنزين، حتى انقضت. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخبر أصحابه رضوان الله عليهم عندما يريد أن يجمع بين الصلاتين، بل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى بهم ثم يقول لبلال: يا بلال قم وأقم الصلاة، فيقوم بلال ويقم الصلاة ويصلي المسلمون معه الصلاة الثانية، دون أن يثبت ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم قبلا أننا سنجمع الصلاة. واضح؟ وهذا فيه من السهولة بمكان، فيه من السهولة بمكان. ما هو الأفضل والأحسن والأكمل والأجمل والأحوط؟ أن يجمع الإنسان نية قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام مستحضر أنه يصلي الأولى وبعدين الثانية مع بعض. واضح؟ هذا. وإذا فاتته وما شابه ذلك ينويها حتى بعد الصلاة الأولى.